صحتك تاج راسك ليميسيون كل يوم على الحياة FM. مرحبا بكم على الحياة FM إذاعة القيروان للصحة. كالعادة برنامجكم صحتك تاج راسك ليميسيون على 93 يطرح مشاكلكم ويجيب على تساؤلاتكم ويقرب لكم رأي المختص. كنا تناولنا الكورونا من الجانب الكلينيكي، أعراضها، مخلفاتها وعلاجها، واليوم مع الطب الوقائي نطرح سبل الوقاية والتوقي لمنع انتشارها. وتحضر معنا الدكتورة لطيفة المرزوقي، أستاذة جامعية مبرزة في الطب الوقائي والمجتمعي ورئيس خلية لجنة مجابهة الكورونا. مرحبا بك دكتور. صباح النور ومرحبا بك وبكل المستمعين لحياة أفاد. مرحبا. كذلك أردنا الإجابة على عديد التساؤلات والاعتقادات بخصوص اللقاح، ومعنا تحضر الدكتورة رئيسة المركز الجهوي للتلقيح ضد الكوفيد 19 بالقيروان وطبيبة أولى للصحة العمومية، وهي رئيسة الدائرة الصحية مجمع الصحة الأساسية بالقروان. دكتورة نادية سرسوك مرحبا بك. سعيدة. مرحبا بالسادة المستمعين الكل. أنا سعيدة باستضافتكم اليوم لشخصي في إذاعة الحياة FM القيروان للصحة. مرحبا بكم. إن شاء الله نقدموا النصيحة ونجيب على تساؤلات المواطنين. الكوفيد دكتورة مازال يطرح عديد التساؤلات، خاصة من ناحية الوقاية، وهذاك علاش معانا الدكتورة لطيفة المرزوقي باش تفسر لنا كيفاش ينتشر الفيروس وكيفاش يمكن لعدد قليل من الأشخاص أنهم ينشروا العدوى. شكرا دكتور عفاف، انا نشكرك على الاستضافه ونشكرك على لي شوا بيرتينون تاع الموضوع هذا في الوقت هذا بالذات. نحب نبدا الحقيقه بتهنئه خاصه لاذاعه الحياه FM. الحقيقه ستي انيسياتيف افانغارديست، معناتها مبادره رائده على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي، مبادره باش يكون لها دور فعال في لا بروموسيون دو لا سانتي، في الوقايه والمحافظه على الصحه، اللي هو مفهوم شامل ويجمع عده مفاهيم غير العلاج. هذه مبادره رائده ونتمنى لها النجاح، وهذا ليس بغريب على ابناء القيروان. بالنسبة لهذا المرض، توا بعد عام ونص من الكوفيد، المواطن البسيط تلقى برشة معلومات حول طرق انتقال الكوفيد، لكن نحب نقول من الأول اللي المرض هذا مرض جديد، وباء، حاجة جديدة ما صارتناش قبل، هذاك علاش المعلومات تتغير وتتحين بمرور الوقت. معناتها فما معلومات نعملوا لها دي ميزاجور، ومنها المعلومات التي تخص انتقال المرض. هو الوقت الحاضر المرض ينتقل عبر الرذاذ اللي يخرج من الإنسان وقت الكحان، وقت العطسان، وخاصة وقت اللي المسافة تكون قريبة برشا وإحنا ما نعملوش الإجراءات الوقائية المصاحبة. الانتقال هذا عبر الرذاذ صاحبه إن ميزا جوغ دي كونيسانس، توا الدراسات الحديثة أثبتت أنه الدور ضعيف للي سيرفاس في انتقال العدوى. معناتها كنت تذكروا الفوبي اللي صارت من الاول، وست فوبي نتاع لي ديزانفيكسيون دي سيرفاس، لا ديزانفيكسيون، حتى وصلنا حتى للساشيات نتاع القضيه. دونك توا العلم اثبت. سامحني دكتوره، حسب ما فهمت منك التوا لي مازال راهو التوا مازلنا العباد نعقموا في الساشيات وفي الكوب نتاع البيبان وبالجافيل وبرشا طرق ممكن تو نسالك عليهم من بعد قد تكون خاطئه او باش تصلحهم لنا. معناها حسب ما فهمت منك هذوما الكل ما عندهمش حتى فاعلية في الوقاية من العدوى. مش ما عندهمش فاعلية، هم عندهم فاعلية محدودة. معناتها لو رول دو سيرفاس دون لا ترانسميسيون سي ان رول انديريكت، خاطر العدوى تتم بصفة مباشرة وصفة غير مباشرة. لو رول في لا ترانسميسيون انديريكت اللي ترو فيبل، هذاك علاش ما لازمناش نبالغوا في الإجراءات الوقائية في تعقيم الأسطح واستعمال مواد ضارة للمحيط ومواد ضارة حتى لصحة الإنسان. وصلنا نشوفوا في ناس يبالغوا في استعمال المواد المعقمة، تحيرت لهم حتى دي كريز دازم من الجافيل من لي برودوي كي سون ان كونفور. صحيح الاسطح لازم تكون نظيفه، لازم تكون معقمه، لكن لازمنا نركزوا على الاجراءات الوقائيه الاخرى اللي باش نحكيوا عليها توا، اللي هي تحد من العدوى المباشره لا ترانسميسيون
ديريكت دو لا مالادي. حسب دكتورة انت توا قلت لنا اللي فما برشا عباد من كثر استعمال ولا المبالغة في استعمال مواد التنظيف ومواد التعقيم حيرت لهم، والا اللي عنده مثلا امراض الربو ولا وليت نلاحظوا اكثر يجيونا، والامراض الجلديه يجيونا ونشوفوهم في العيادات نتاعنا يعديوا، وليت ما عادش مشكله الكورونا مشكله يعني التاثيرات السلبيه للاستعمال الخاطئ ولا الاستعمال المفرط في مواد للحفاظ على النظافه. دكتوره هل فما أشخاص هما يكونوا أكثر هذوما زاد يسألونا ونسمعوها التساؤلات هذية، يقولك أنا مريض بالربو معناها معرض أكثر للإصابة ومعرض أكثر للعدوى، ونقعدوا في كل السيركل. هو الحقيقة هذية سؤال يدخل في إطار الطب العلاجي، معناتها أما أنا نجم نجاوب نظرا للكونتاكت المباشر مع زملائي أنه الربو لا يمثل فك عامل اختطار معين ولا داغرافاسيون شي لي بروفيسيون شي لو باسيون كيل كو سوا لو ستاد دو لاز. معناها العباد اللي عندهم الحساسية نتاع في التنفس ولا اللي عندهم ضيق نفس باللغة الدارجة نتاعنا ما هماش معرضين أكثر من غيرهم باش يعملوا حالات خطيرة إذا كان تعرضوا للكوفيد. بالضبط، فما عوامل أخرى للاختطار، فما دوتر فاكتور دو ريسك بور لي فورم غراف اللي هما تناولتوهم في الحصة الفارتة. تبقينا أنا نحب نرجع لحكاية ليتيليزاسيون دي ديزانفيكتون اللي عرضنا للعوامل الجانبية هو سوء الاستعمال أكثر ومع الاستعمال المفروض. شو معناتها سوء الاستعمال؟ وقت اللي نخلط أن برودوي ديتيرجون avec un produit désinfectant بلغتنا الدارجه وقت اللي باش ناخذ اومو ولا جافيل ولا دينول وباش نزيد ونخلطهم مع بعضهم سا فا ديجاجي سكون ابل لاسيد كلوريدريك اللي هو سي تان غاز كي تري زيريتون لي فوا ريسبيراتوار اللي تري زيريتون للابو. هذاك علاش النصيحه الاولى عمرنا ما نخلطوا ماده مطهره مع ماده ديتيرجون للتنظيف، عمرنا ما نخلطوا لو جافيل مع اي ماده اخرى، خاطر الريحه اللي نشموها احنا نبداو فرحين بها في بالنا ريحه نظافه هي سي لاسيد كلوريدريك اللي نجم يسبب غاز هو ستان غاز سي لاسيد كلوريدريك كي تري زيريتون بور لي فوا ريسبيراتوار اي بور لا بو. هذاك علاش التنظيف وبعد لو غانساج وبعد تعقيم الاسطح ننعقم كان بالماء والجافيل ما نزيد عليه حتى شيء. إذا دكتورة حسب شنو ما التدابير الوقائية للحماية من فيروس كورونا؟ معناها لو كانت تلخص لنا وتعطينا تدابير الوقائية كيفاش نجموا نحميوا رواحنا من كورونا ونحميوا صغيراتنا، خاصة وإنه توا إن شاء الله إحنا على أبواب العودة للمدارس. إذا لو تفسر لنا الطرق ببساطة معناها. وإحنا ماذا بينا نوصل المعلومة باش توصل للناس الكل. لو بالنسبة للإجراءات الوقائية الناس كلها ولات تعرف ستان سامبل ليستينغ نسميوهم الإجراءات والناس كلها ولات تعرفهم. إحنا شنو نحبوا؟ هو نحبوا الاستعمال الآمن والسليم والناجع للإجراءات الوقائية. مش السفي نعرفهم إن أو توا واحد يقول لك إيه التباعد وغسل الأيدي و و و، لكن في كل حاجة يلزمنا نعملوها سيلون لي نورم باش تكون إيفيكاس. نبداو بنقطة النقطة الأولى هي كلمة التباعد، لأن الحقيقة نحب اللغة العربية برشا ونحب اللغة متاعنا ثرية. رأيو كلمة التباعد سي با أن تيرم هكاك آلياتوار. شو معناها التباعد؟ التباعد الأفعال اللي على وزن تفاعل هي تفيد التشارك في الشيء، معناتها نتشاركوا فيه فعل البعد. هذاك علاش ولا رانا قلنا بعد اجتماعي ماهوش بعد، هو التباعد. لازم أنا نحترم المسافة اللي تفصلني على اللي قاعد بحذايا، وهو كيف كيف يتفاعل معايا ويشاركني في فعل التباعد ويبعد عليا المسافة الآمنة. التفاعل فعل تفاعل هذايا عنده معنى آخر اللي هو التظاهر بالشيء، التظاهر بالشيء كما فعل تمارض. احنا يا خويا رانا شعب نحبوا بعضنا ونحبوا نقربوا لبعضنا، لكن في الفترة هذه وخاصة نحن في فترة عيد ماذا بينا نحافظوا على هالتباعد هذايا اللي مش يكون من بين الأشياء اللي باش تحمينا ومن بين الأشياء اللي باش تقلل نسبة العدوى في المجتمع. هو الكوفيد هو أزمة عالمية،
لكن الحلول ما تنجم تكون كان حلول تشاركية وحلول مجتمعية يدخلوا فيها الناس الكل. يعني التباعد راهو وسيلة هامة من وسائل الوقاية تخليني نحترم مسافة آمنة ما بيني وما بين الشخص اللي بحذايا لا تقل على متر ونص زوز متر باش نقلل من احتمالية العدوى. هذا الإجراء الوقائي الأول. الإجراء الوقائي الثاني هو حفظ صحة الأيدي. وما أدراك ما حفظ صحة الأيدي؟ احنا في شهر ماي توا، احنا في إطار الاحتفال باليوم العالمي والوطني لحفظ صحة الأيدي بالوسط الاستشفائي، وفي نفس الوقت هو فما يوم عالمي للاحتفال بحفظ صحة الأيدي في الوسط المجتمعي اللي هو لو 15 أكتوبر، وزملائنا في الخطوط الأمامية ديما يشاركونا في الاحتفال باليوم الوطني هذا. بالنسبة لحفظ صحة الأيدي، فما ما يسبق عملية تعقيم الأيدي اللي هما لي بريالابل للهيجين ديما، معنت حاجات سابقة. أنا باش نعطيكم ليكزامبل نتاع يدي اللي نسميه اليد السليمة، اليد الصحية. شو معنات اليد الصحية؟ هاكا شفتوا، مانيش لابسة خاط، مانيش لابسة منقل، مانيش لابسة براسلي. دكتور عفيفة عملت لا رياكسيون ايميديات على كاشي، خاصة في المستوى المؤسسات الاستشفائي، خاصة كي نبدا انا في مستوصف كي نبدا في قسم العلاج نتاعي يلزمني يدي خالية من الشوائب التي يمكن ان تعيق عملية تنظيف الايدي، خاطر انا كي تبدا السيرفاس هذه مغطية بالخاتم لا سوليسيون هيدرو الكوليك ماهيش باش توصل، ماهيش باش تدخل تحت اليد. ضوافري ماهمش طويل برشا، سان فيرني سان فوزونك، ضوافري معناتها ماهمش مقصوصين زاد اغا لان نعري الجلد نجم نكون نعمل دي ليزيون كوتاني. دونك اليد هذه جلده نعملوا معناها فتحه تنجم تكون تسهل عمليه دخول الجراثيم. الجراثيم يعني انا بالنسبه لي هاليد تكون مهيئه باش تتقبل عمليه التعقيم وباش تكون عمليه التعقيم ناجحه. الحاجة الثانية في عملية حفظ صحة الأيدي هي حسن اختيار المادة. يلزمني أنا مش نختار مادة مطهرة اللي هي تستجيب للمعايير الوطنية والمعايير الدولية. المواد هذه ما نشريش نامبورت كيل سوليسيون هيدرو الكوليك باش نعقم بها يديا. وزارة الصحة معناتها موجودة قائمة مضبوطة للمواد التي تحصلت على تراخيص. كيفاش يعني نعرف يا دكتورة؟ طيب أنا مثلا هذا سؤال باش بطبيعته يطرح نفسه المواطن العادي باش يشري من الفارماسي، أعطيني معناها ولا حتى من السوبرات كما قالت الدكتورة نادى سوليسيون هيدرو الكوليك معناها الجيل هذاك المطهر من غير ما يعرف منيش متكون. كيفاش نختار الجيل اللي يحمينا؟ سؤال وجيه وسؤال في محله، خاطر المواطن البسيط يلوج على المعلومه لا بلي بيرتينون. انا نشري المواد المطهره من لي سيركوي كونترولي، معناتها لازم نشريها من برودوي فارماسيوتيك كونترولي من الفارماسي وتكون كونترولي، واحنا في المستوى الاستشفائي لازم يكون عليها حتى علامه فيروسيت قاتل للفيروسات، راهي ماهيش لي سوليسيون هيدرو الكوليك كلهم دي سوليسيون فيروسيت. دونك une fois اخترت لا سوليسيون هيدروالكوليك تكون كونفورم ولا لو صابون هيجينيك يكون كونفورم، راهم هذوما زوز عوامل مش يخليو عمليه تعقيم الايدي عمليه ناجحه. باهي دكتوره، حاجه اخرى مادام مازلنا في اختيار الجيل المطهر، فما لاحظنا انه فما الكمامات القماشيه اللي تتباع في المتاجر فرد مره، هما زيد احنا من وسائل الوقايه الكمامه البافيت، هذوما هالكمامات اللي انتشروا ونراو فيهم موجودين، هل تحمي من العدوى؟ باهي كنا حطينا في النقطه الثالثه الكمامات، ما بيسك نحكيو على النار. احنا بالنسبه للكمامات كل ما يستجيب للشروط ولي نورم اكزيجي راهو الي افيكاس. اش معناتها؟ وزاره الصحه اصدرت كراس شروط خاصه بالكمامات. الكمامه يلزمها فيها زوز انواع، يما الكمامه الطبيه كيما لابسينها احنا توا فيها هي بطبيعتها برشا انواع حسب درجه الفيلتراسيون نتاعها، وفما الكمامات القماشيه. الكمامات القماشيه يلزمها الشوا نتاع لا ماتيير بيدها اللي خادمين بها الكمامه يلزم يكون ان شوا اورينتي. الكمامه شو معناتها؟ الكمامه فيها ثلاثه حواجز. الحاجه شكرا دكتور ندى، طبقات. الطبقه الداخلانيه لازمها تكون طبقه ماسه هيدروفيل، معناتها تمتص توسكي ايميديتي وقت اللي انا باش نتكلم ولا باش تتنفس.
بعد يزم يكون فما طبقة في الوسط اللي هي الطبقة دو فيلتراسيون هذيك باش تصفي الهواء، وفما الطبقة الخارجية اللي هي لا فاس اكسترن اللي هي زي ما تكون هيدروفوب، ما تمتصش الهيميديتي اللي موجودة في المحيط، ما كي تطش عليها اون غوتليت دو ما تعديش لابسوربي. دونك مهما كانت الكمامة طبية وإلا كمامة قماشية يلزمها تكون متكونة من ثلاثة طبقات، ويلزمها تستجيب للمواصفات هذوما. وزارة الصحة حدد كراس شروط واضحة المعالم، واللي باش يبيع لنا كمامة يلزمو يتحصل على الترخيص من وزارة الصحة اللي الكمامة هذيك راهي تحمي، خاطر فما دوطخ كريتير اللي هما لا فورم ولي زيلاستيك نتاعها اي بوكو دوطخ كريتير، ليتانشيتي لا فورم بارابور او فيزاج. دونك بالنسبه لينا يلزمها تستجيب للمواصفات. الاستعمال السليم يلزمها تكون ادابتي للوجه، يلزم ما فماش دي فويدير، يلزمني نعمل لادابتاسيون بارابور للوجه نتاعي. معناها دكتوره معناها راهو برشا اللي مهبطها على خشمه واللي هبطها ويطلعها بالضبط، هذول العادات السيئه اللي نحبوا نصلحوها. سامحني انا تفضل. بحكم معناها طبيعه مهنتي يعني البشر في الخطوط الاماميه يجيني في المستوصف رجال كبار ونساء كبار، هو بالنسبه لي يسمع يقول لازم يلبس الكمامه، يدخل مسيك انه يبدا مراه كبيره ولا راجل كبير معاه معناها بدنه يبدا شاحب وجهه صغير والكل يبدا لابس كمامه. معناها الحقيقه انا ما نراش انه تنطبق عليها التسميه نتاع كمامه، هي في الاخر خرقه صغيره لابسها واسعة على وجهه طايحة، الستيك نتاعها ما نعرفش كيفاش مرخوف، ديكو تحسوا انه غير محمي بتاتا، وهو في بالو يجي يكلمك يهبطها باش تسمع. اكيد هذاك يهبطها، يجي يتكلم اوتوماتيكمون يهبطها ويبدا يحكي، فهمت؟ صحيح. اما حتى وهو لابسها ما انت قاعده ترى في ملامح وجهه الكل، على جناب ترى في فمه من فوق خشمه، معناها قاعد يترى ماني هي كبيره ومهترئه ومستعمله عديد المرات ربما، وما نحكيوش على اني تكون مسخه ومانيش مغسوله وغيرها. هذا الحقيقه انا يسخفوني على خاطر هو في ظنه انه لابس كمامه وقاعد يحمي في روحه، مش محمي، بينما هو غير محمي جمله، وتلقاه داخل في وسط العباد وقاعد في الصالة طانت مع الناس، مش نحكيو على هيك التباعد اللي هو غير مطبق معناها فيه. هذاك علاش دكتوره احنا ناكدوا على حسن استعمال الكمامه، معناتها يلزمها تكون بالفعل تحمي وليس وجود صوري هكا بالاسم هكا لابس كمامه. باش تحميني قلنا يلزمنا نختاروا النوع المناسب، يلزمنا نختاروا نوع كونفورم، يلزمها تكون مضبوطه على الوجه. احنا كمبادره من مستشفى قسم من مستشفى ابن جزار قسم حفظ الصحه قمنا باصدار ديزافيش concernant les erreurs à éviter، شنو هما الاخطاء اللي وجب التوقي منهم، وشنو هما لي بون براتيك في استعمال الكمامه. لي زافيش نتاعنا والحمد لله كانوا ادوبتي على الشكل انترناسيونال، كي تدخل للموقع www.covidorg.com تلقى ريبريك اسمها مستشفى ابن الجزار، وان شاء الله الاخراج ينجم يوريونا لي زافيش نتاعنا اللي هما هذوك لي فوت ا ايفيتي اي لي بون براتيك à respecter lors de l'utilisation des masques. Le masque, on ne l'utilise pas مقلوب. Le masque, on ne le met pas dans جيبي. Le masque, on ne le met pas dans ton c'est une pratique très dangereuse. باش تحطو في رقبتك علاش خاطر الزون هذه سخونه برشا، لا بوليلاسيون ميكروبيان مش تكون اسرع، وقت اللي انا باش نعاود نطلعو على وجهي راني سيستيماتيكمون باش نتعدى. انا يجيوني مواطنين يقول لك هاني نستعمل في الكمامه وهاني مرض. اي انت تستعمل في الكمامه ومرضت خاطر صارت اخطاء في استعمال الكمامه، والخطا المخطر برشا هو وقت اللي نشد الكمامه من المساحه الاماميه نهبطها بدايه اي سيستيماتيكمون، باش نمس عينيا باش نمس خشمي ولا نمس فمي، هذوك اللي ميكوز هما لي فوا دونتري نتاع الفيروس، اي المواطن يتعدى رغم انه كما قال دكتورة ندى يهيئ له انه يستعمل في الوسائل الوقائيه. النجاعه والسلامه نتاع الوسائل الوقائيه تخص حتى على الجيان دي ما. احنا قبيله قلنا من شروط الهيجين دي ما انها تكون التكنيك صحيحه، مش باي طريقه باش نعمل لا ديزانفيكسيون دي ما. احنا قمنا بعديد حصص التكوين على الطريقه السليمه والامنه للديزانفيكسيون دي ما، فتتر ندعو من المنبر هذا في ليكيب نتاع الصحه افان يتعداو بحذانا للقسم، ونجمو نصوروا ان سبوت انفورماتيف دو سنسيبيليزاسيون على الاخطاء اللي نجمو نقوم بها وعلى الطريقه السليمه لتعقيم الايدي. ملاحظه اخيره بالنسبه لحفظ صحه الايدي هما لي كونتر انديكاسيون نتاع سوليسيون هيدرو الكوليك، راهو الجيل المطهر ما نجمش نستعمله في اربع حالات،
وقت اللي تكون لدي فيزيبلمون معناتها ليزي مجروح ولا عندي انيكزيما التهاب في الجلده، هذيك تولي محبذ تعمل تغسل يديك بالماء والصابون. وقت اللي انت عندك دماء تالكي مثلا، انا عاون نتاع صحه ولابس غون، وقت اللي باش نحيها دماء تالكي ولا بودري راني ما نجمش نستعمل. بعد ما نحي الغون ما نعملش الجي، نغسل يديا بالماء والصابون. إيه لا موفيز براتيك اللي نحن ما عندنا ساعات السلوك المفرط كيما حكينا بكري على ديزانفيكسيون، ساعات توا من الخوف من الكوفيد ولينا نعملوا زوز، نغسل يديا وبعد نعمل الجيل ايدرو الكوليك، سي اون موفيز براتيك. علاش؟ خاطر وقت اللي يديا مبلوله، عاده سيئه بالطبيعه، وقت اللي يديا مبلوله وانا مش نحط الكول اللي هو البرودوي انتيسيبتيك سي الكول، وقت اللي باش نحط الكول راهو يسوغا ديلوي باش يتحل في الكف نتاع يديا ومش يقوم بعمليه التعقيم. دونك لهنا اذا احترمنا لي ريكومونداسيون كونسيرنون ليجين دي ما كونسيرنون لو بور دو ماسك وكونسيرنون التباعد وباش نضيفوا معاهم لا فاكسيناسيون كوم نوفيل استراتيجي فاكسينال، رانا بقدره الله احنا ديما متفائلين، الاطباء على الميدان ديما متفائلين وديما نعطيو موجات ايجابيه للمواطن. انا ديما نحب نقول فما ان شانجمون دي كولتور قاعد يستنستال، فما شويه مبادرة قاعدة بدينا نفهمه شوية، بدينا نفهمه وبدا بصعوبة صحيح الريتم بطيء نتاع شانجمون دي كولتور، لكن هو موجود احنا نشجعوه، يعطيكم الصحة المواطنين، يعطيهم الصحة العباد اللي قاعدين يأمنوا بالعلم وقاعدين يأمنوا بالإجراءات الوقائية. احنا نحبوا انخراط مجتمعي تام في كل هالإجراءات باش نلقاو حل. لا فايدة واحد ولا 10% دو لا بوبيلاسيون يطبقوها والآخرين يسون ما يطبقوهاش، نون أديرون، دونك ليفيكاسيتي مش تكون اللي تخو غيري. اذا دكتوره مرزوقي ودكتوره نادي سرسوت، عن عوده بعد فاصل موسيقي باش نحكيو على الحل الثاني اللي هو التلقيح بعد الحمايه الاوليه، الحمايه الثانيه باش تكون والجسر متاعنا هو التلقيح. صحتك تجراسك لميسيون على 90.3، مازلنا مواصلين في الحوار متاعنا ومعنا الدكتورة نادي سرسوط. دكتورة نادي بصفتك المسؤولة على مركز التلقيح ضد الكوفيد، لو تحكي لنا شوية على المركز وعلى الأجواء متاعكم وعلى النشاط الأيام هذه. شكرا عفيف، نجدد شكري لفريق البرنامج العامل في إذاعة القيروان للصحة على الاستضافة هذه اللي من خلالها باش تعطيوني فرصة أني نوضح بعض المفاهيم للسادة المستمعين. في البداية نحب نعطي أرقام على اللي توصلنا له في المركز الجهوي للتلقيح ضد كوفيد 19 بالقيروان الى حدود يوم 10 ماي، والناس الكل تعرف اللي احنا 4 أيام هذوما بمناسبه عيد الفطر وقفنا الحمله الوطنيه هذه للتلقيح، واللي هي باش تتواصل ان شاء الله بدايه من يوم 15 ماي نهار السبت باش نرجعوا للتلقيح. اذا الارقام المسجله الى حد يوم 10 ماي بالمركز الجهوي للتلقيح بالقيروان تقريبا عندنا 18000 شخص وقع استدعائهم عن طريق منظومة الإيفاكس. كي نقول 18000 راهو مش إجمالي الأشخاص اللي هما مسجلين من مدينة من ولاية القيروان، لا 18000 هما اللي وصلت لهم الإرسالية القصيرة يستدعاهم للتلقيح. من 18000 هذوما سمحني هما 20000 اللي وقع استدعائهم، 18000 هما اللي لقحنا لهم. دونك من 20000 شخص وقع استدعائهم لقحنا ل 18000 شخص، يعني بنسبة تغطية للتلقيح بلغت 88.54%. يعني معناها نلاحظوا انه نسبة الإقبال على التلقيح قاعدة تتحسن دكتور. اي النسبة نتاع الإقبال تحسنت برشا من معناها مقارنة بالأيام الأولى لانطلاق الحملة، وهذه ديما انا عندي تدخل معاكم في اذاعه القيروان للصحه باش نعطي الارقام اللي يوميا اللي نوصلوا لهم، لاحظنا وانه النسبه هي تحسنت بالكدا، ولكن في المقابل مازال فما عندنا معناها تساؤلات علاش النسبه نتاع الاشخاص اللي سجلوا على الايفاكس ماهيش قاعده ترتفع بالكيفيه اللي نحبوا عليها. ولهنا من المنبر هذايا ندعو كافه المستمعين اللي ما سجلش يسجل،
وراهو التلقيح هو كما هو حق، التلقيح هو حق كما هو واجب. شو معناها حق؟ انا من حقي اني نسجل، من حقي اني نسجل في منظومه الايفاكس باش وقت اللي يستدعوني للتلقيح نقوم بواجبي في التلقيح، خاطر انا وقت اللي نلقح نحمي روحي ونحمي غيري. ومن هنا نقولوا راه التلقيح واجب. دكتورة ليش ماذا بينا الناس الكل يلتحقوا بالتلقيح؟ دكتورة، على ذكر الإقبال على التلقيح والتسجيل في عملية التلقيح، وعلاش العبيد فما مازال الإقبال مش كيما نحبوه؟ احنا خرجنا في ميكرو تريتوار وسجلنا آراء مواطنين نسمعوها مع بعضنا ومن بعد نرجع. صحيح نستحفظ على روحي خايفة من الكورونا والكل، وربي هو الساعة أول حاجة ثم ربي، وصحيح فما ربي نحن نستحفظ على رواحنا ونحفظ رواحنا وفي الكورونا ذيك في التبك متاعنا احنا ناخذ في التنبك من بدايه الكورونا ناخذ والحمد لله مستحفظين على ارواحنا ولا عملها ربي تعمل وجيل ومعنا وما نخلوش ارواحنا باهي وصحي باهي وصحي ويلقحوا، ومن حقنا باش نلقحوا وحقنا باش نحموا بلادنا ونحموا ارواحنا ونحموا امواتنا ونحموا والدينا واولادنا. والله عملها ربي تعمل معنا ديما دبوسه جفيل وصابون نعقموا يدينا نشرب وندويت، والعملها ربي تعمل. صحيح تخاف منها تهزها عدوى لصغارك لدارك لراجلك لامك لبوك، باش نعملوا هذاك هو ان شاء الله ربي يحفظنا. ما سجلتش ومتخوفه منه انا التلقيح، خاطر مش مسجعينك على التلقيح، برشا خايفين منه. ما لقحتش ومش وانا باش نلقح، متخوفه منه، برشا متخوفين منه، مش عارفه عليه برشا حاجات، ولي هذا يقول لك فما اللي يلقح راه يموت، خايفين من بعضهم على التلقيح. هذاك الطبيب يقول له لقح انت وهذاك يقول له لقح انت وهذا، سبحان الله. انا ما نلقحش، هو يحب يلقح يلقح، كل انسان يعرف اش يصلح فيه. لحموا روحنا انا الواحد دا ورد باله وشده في ربي. فما اللي يخاف منه فما لا، انا مراش يخاف مراش يخاف، راه صحتنا به ينفعنا ونقصوا معنا من الامراض، تنقص الامراض وتنقص العدوى وتنقص كل شيء. وعنا المسنين الكبار والدينا هذوك اللي لزمنا ان احنا نلقحوا باش هما يتحموه وما يلقحوا ونحموا معنا ارواح. ثم ناس عندها معلومات يحكولها بالغلطه، هما جايبين معنا تلقيح ولقحت منه العباد ولقحت معنا مش يخافوا منه مش يزيد يقتلنا، لا ساعه يحمينا بالعكس. يحمينا بالعكس هو ساعه يحمينا. وقال لك ما ندروش عليه منين داخل التلقيح، انت مش تعطي انت روحك باش تلقح ما نلقح، تو ما ندريش عليه منين داخل انا التلقيح ومنين جاي، ما عندناش عليه حتى معلومه. بس كيف انت مش تخاف؟ دكتورة سمعنا آراء المتداخلين معنا والمواطنين، ايش قولك في التساؤلات هذه؟ والله انا التساؤلات هذه راني سمعتها قبل في السنتر، كيف نحكيو مع المواطنين نحكيو معاهم فيما معنى انه الناس اللي يجيو باش يلقحوا نحاولوا باش نعملوا شويه توعيه للاشخاص هذوما باش بور كي باس لو ميساج للاقارب نتاعهم الجيران كل شيء. وهما نلقاو منهم انواع الرد هذايا نتاع ما نعرفش على التلقيح منين جاي، ما نعرفش شنو فيه، هم يقولوا اللي لقح يمرض بالكورونا، هاو يقولوا اللي لقح يعدي الاخرين بالكورونا، برشا برشا مفاهيم انا الحقيقه ما نستغربهمش، على خاطر شو اسمهم الفيسبوك ولا هي مصدر كيما مصدر نتاع معلومه باهية كيما هي مصدر في معظم الاحيان، ما نقولوش بعض الاحيان، برشا برشا مرات تكون هي مصدر نتاع لفيك نيوز هذوما اللي برشا ناس ما يكونش عندهم خبره برشا في الدومين يتلقاو المعلومه تلك اللي وينقلوها للناس الاخرين، ومن هنا تتفشى معلومات غلطه وحكايات معناها ساعات تقراها في الفيسبوك تستغرب، معناها ما عندها حتى معناها حتى باز وما عندها حتى مرجع علمي. دكتوره كان نفهم منك، هل انه اللقاحات الكل امنه ومنصوح بها لكل الناس ولا لا؟ فما ديزيكسيبسيون. شوف احنا في تونس وما نحكي على الحمله الوطنيه للتلقيح في تونس اللي هي توا بدات من 13 مارس وتتواصل لليوم. انا لهنا في القروين كمسؤوله في مركز الجهوي للتلقيح لقحنا تقريبا 18000 ساكن من ولايه القيروان، الحمد لله ما صارتش معناها مضاعفات، ما صارناش ديزانسيدون، ما صارتش حاجات اللي تخوف، ما عندناش ريكول خايب، ما جانا حد قرر مثلا لقحت وصارت لي كالحاجه الفلانيه اللي هي نجم نرفضوها بالتلقيح. من هنا انا نقول للناس الكل التلقيح راهو امن والتلقيح راهو فعال، لانه الاشخاص اللي تلقوا جرعتين من التلقيح احنا نضمنوا انه عندهم معناها حمايه لباس بها من الاشكال الخطيره نتاع الكوفيد. وهذا راهو اللي نحب نفهمه للساده المستمعين، راهو التلقيح
ينجم انت ملقح وتمرض بالكورونا، ايه هذايا نعرفوه وهذايا راهو ما ننكروشي، وهذايا ما فما حتى جهه مثلا قالت لا راهو اللي لقح ما يمرضش بالكورونا، لا ينجم يمرض. اما يمرض شنو معناها؟ ما يمرضش هيك الحالات الخطيره اللي توصل ساعات للموت ولا للانعاش ولا، فهمت؟ الحالات الخطيره نجموا نحميوا ارواحنا كان بالتلقيح، وراه التلقيح هو السلاح الوحيد باش نحاربوا هالجائحه هذه. دكتوره والله يتفاعل مع اراء المواطنين ومع دكتوره نداء، هو الحقيقه تساؤلات المواطن كلها مشروعه والكلها معناتها عندهم حق باش يتسائلوا، خاطر هذه حاجه جديده لي بانديمي رانا مش مستنسين نعيشوهم، هذه وباء يجي مره حتى فوق ال 100 سنه مره فوق ال 200 سنه، يعني مخاوفهم واسئلتهم كلها مشروعه. وهذا اهميه القناه الصحه ان باش نقربوا ونبسطوا للمعلومه للمواطن ونجاوبوا على التساؤلات نتاعو. انا نقول عبر التاريخ الاوبئه اللي عاشتها الانسانيه الكل تمت السيطرة عليها عن طريق الإجراءات الوقائية وخاصة عن طريق التلقيح. احنا التلقيح هذايا نعطيه لصغيراتنا دوب ما يخرجوا من دوب ما يتولدوا، هذايا مكننا باش نسيطروا على أوبئة كيما البوليوميليت كيما بلوزيوغ باثولوجي. دونك هذا منظومة التلقيح هي منظومة آمنة، وتونس راهي من البلدان اللي عندها تاريخ كبير في منظومة التلقيح. انا الميساج كلي نقول للمواطن اعطيه الثقه التامه في الخبراء نتاعنا واعطيه الثقه التامه في العلم. احنا كل تلقيح ما يدخل لتونس الا ما يتعدى على لجان مختلفه، لجنه في وزاره الصحه، لابوغاتوار ناسيونال دو كونترول دي ميديكامون، لا دي بي، لجان عديده يتعدى عليها التلقيح هذا باش ياخذ ترخيص نتاع الاستعمال. يعني اعطيه ثقه في المنظومه نتاعنا، نعطيه ثقه في العلم، ورانا بقدره الله التلقيح مش يكون من الوسائل الفعالة في الحد من هذه الأزمة. تأكيدا على كلام دكتورة نداء، اي فما شكون لقح ومرض، احنا نكاش با الوقائع. احنا عندنا مريض 95 سنة خذا دو دوز نتاعو نتاع الفاكسان ورقد عنا في سبيتار بوغ اون فورم تخي ليجير وخرج في ظرف 3-4 ايام. يعني المواطن هذا كان ما جاش ملقح وعمل ان كوفيد راهو سيغتينمون اللي تي هوسبيتاليزي اون ريانيماسيون بوتيتر توفى، وصل للانعاش وممكن خرج عمل فورم مينور على الاخر وخرج لبس عليه واحنا فرحنا وهو فرح. دونك لهنا التلقيح هذا الدور نتاعو انه يحد من انتشار الفيروس. ملاحظه اخرى جات عن طريق مواطنه هي لبس لي غون. لي غون انا راها من العادات المخطره والخطيره واللي تنجم تكون هي السبب للعدوى، خاطر احنا لي غون توا نلبسوهم ويتعاملوا معاهم كاين يد ثانيه وهي ماهيش باش تتعقم، اي باش تكون هي مباشره ناقله للفيروسات وغير منصوح بها علميا. بالكل باش نلبسوا دي غون نحبذ يدي تكون سليمه ونعمل غسل ايدي والا تعقيم الايدي، وهذيك يحميني بصفه تامه. بالنسبه للتلقيح راهو امن كما قال الدكتور نداء، ونسبه الوقايه كبيره برشا، رانا نحكيو على 95% ونحكيو على 94%. يعني انا نقول اللي يجيه الميساج يمشي يلقح وهو مطمئن لمنظومه العلاج في تونس، واللي مازال ما قيدش، وانا لهنا اللي شيفر اللي تخيز الارمون. لو احنا مواطنين يطالبوا بفتح مركز ثاني للتلقيح، راهو فتح مركز ثاني للتلقيح يعتمد على نسبه المسجلين بالولايه. إذا أنت في ولاية القيروان عندك نسبة التسجيل 7% ولا 9%، كيفاش تحب نحل المركز الثاني للتلقيح؟ دونك المرحلة الأولى هي نطلعوا عدد المسجلين في منظومة إيفاكس، وقتها أون سونتيغا لو بوزوان إيمينون باش نحلوا مركز ثاني للتلقيح. بالحق ولهنا ندعو كافة المستمعين باش يشجعوا أقربهم، يشجعوا الناس اللي يحبوهم، يشجعوا الناس اللي خاف عليهم باش يتسجلوا في منظومة الإيفاكس. راهو إذا ارتفع الرقم هذا اللي كانت تحكي عليه الدكتورة مرزوقي، راهو أوبليغاتوارمون باش نلقاو رواحنا في مسار أنه باش نحلوا مراكز أخرى للتلقيح، ولهنا تقريب الخدمة للمواطن. خاطر أنا بالحق يغيظني وقت اللي عبد كبير يجيك من بلاصة بعيدة كيما الحاجب مثلا، ولا يجيك من بلاصة معناها تبعد على القيروان المدينة، يجي باش يلقح ويبدا كاري كرهبة ويبدا معاه شكون، وهذه معناها حاجات بالحق ألمتنا وشفناها، ولا غالب هو خايف على روحه يحب يلقح
لهنا يعطيه الصحه اللي هو بذل المجهود. اما نتمنى انه الاعداد نتاع المسجلين يكبر باش نجموا نعملوا مراكز اخرى في باقي المعتمديات، وهكاك نخولوا للناس الكل. فما ناس ما تقدرش على كريان كهرباء، فما ناس كبار ما ينجموش حتى التنقل هذايا حتى ولو بوسائل النقل ما ينجموش، لهنا نوفروا لهم الفرصه وانه يولي مركز تلقيح قريب للمقر السكنه نتاعهم، وتولي الحمله حمله التلقيح في جهه القيروان احسن من اللي هي توا. دكتورة أنا حسب تفضل دكتورة. دكتور عفيف جيست أن تتم اللي قوله دكتور ندى، أنا تحبش نبسط المعلومة أكثر للمواطن. شنو هو التلقيح؟ هو شنو؟ هو أنك أنت الفيروس هذا تنجم مش تقابله في الحياة المجتمعية. أن جور جي أون فالو رونكونتخي، أما خير تقابله الفيروس وأنت في حالة قوة وتدخل معاه في حرب باردة، وأنت لا عندك مرض لا عندك سخانة لا حد شيء. خاطر الفيروس التلقيح عبارة على شنو؟ أنك مش تدخل الجسم الإنسان كمية قليلة جدا من الفاكتور إيمينيزون تاع المرض، تدخلوا كمية صغيرة أنه تسمح لبدنك باش يتعرف على الفيروس هذا، باش يستعد الاستعداد الكافي أنه يصنع ديزانتيكور، أنه الخلايا متاعنا متاع الجهاز المناعي تتدرب على الحرب متاع الفيروس هذا، باش لا قدر الله في صورة ما التقيت معاه مرة ثانية نكون أنا عندي المخزون المناعي متاعي كامل، عندي ليمينيتي سيلولير وعندي ليمينيتي إيموغال. دونك التلقيح لهنا هو عبارة على فرصة، علاش الراتيو؟ انت فرصه باش تتقابل مع انسان وانت قوي وباش تعرفوا عندك عليه فكره وانت تعرفوا. دونك سيستيماتيكمون اون فالي غاديكي. دونك لهنا التلقيح هو وسيله حمايه فرديه كما قال الدكتوره ندى مجتمعيه، خاطر راني مش باش نحمي كان روحي كي باش نلقح، باش نحمي روحي واللي دايرين بيا. دونك لهنا التلقيح راهو لا مجال للشك ولا مجال لاعاده الحديث عن جدوى التلقيح. اذا نحبوا الحرب هذه كبلاد مواردها محدودة جدا، رانا إمكانياتنا نخدمه بالموجود وإمكانياتنا محدودة جدا. إذا أخي المواطن تحبنا بالحق ننتصر على الكوفيد هذا ونخرجوا سلامات بقدرة الله، يلزمنا نكوننا نخرطوا في المنظومة الوقائية ونركزوا على التلقيح في الفترة الجاية. دكتورة أنا نرى حسب ما سمعت من المواطنين وحسب ما رأى أنا في الموجود فما برشا تساؤلات، وممكن قاعدة فما حاجات مش واضحة اللي ممكن خلى العباد ما تسجلش في المنظومة متاع التلقيح. باش نطرح لك الافكار هذه وممكن تفسرها وتجاوبنا عليها. فما اللي يقول اللي التلقيح اللي يعتمد على الحمض النووي لاري ينجم يحدث تغيير في الحمض النووي بتاع الانسان لدي، هل هذا ممكن؟ لا. ولهنا انت دكتورة عفيف باش تجرني انه نحكيه في ديتاي، ربما السادة المستمعين هما ما همش معنيين بالتفاصيل هذه لان هي تفاصيل علمية دقيقة جدا، وربما ما اصلا الحديث فيها باش يطول وباش ندخل في حاجات. ولكن مطروح السؤال هو السؤال هذية هذا اللي تطرح ناس اي عندهم الحق كيف يطرحوه، على خاطر كيف يسمعوا تركيبة جينية وما الى ذلك يقول لك باش تدخل باش تعمل لي تغيير في الجينات نتاعي وغيرها. هو عندهم الحق انهم يسالوا هذايا، اما هذايا ندخلوا في قالوا اكثر انه التكوين الجيني قد يسبب العقم لدى النساء، هذا اللي علاش هي برشا حاجات. واذا كان باش نتبعوا شنو تقال راي برشا تاويلات وبرشا افكار شامله وبرشا افكار مغلوطه باش انا نحب نقول لهم انه التلقيح راهو هو كما قال الدكتوره لطيفه المرزوقي هو نحقنه في البدن شفرة للجينية للفيروس هذايا، الفيروس نتاع الكورونا. شفرة شنو معناها؟ معناها مقطع جيني من الفيروس اللي هو ما يكونش ضار، نحقنوه في البدن يعطي فكرة للبدن على الفيروس. هي البروتيين اس هذه هي اللي الفيروس التاجي هو اسمه، لأنه فيه بروتيين اس هذه في الممبران نتاعو هي اللي تمكنه من انه يلتصق بالخلايا نتاع الجسم، ومن ثم تصير الملتيبليكاسيون نتاعو والعدوى ويتكاثر ويكون معناها مؤثر في البدن. فالعلماء راوا انه البروتيين هذه هي الكاركتيرستيك نتاع الفيروس هذايا، من ثم جات الفكره من انه يصنعوا الفاكسان من البروتيين اس هذه. المبدا انه تكون البروتيين اس هذه هي الكود اللي ينجم يدخلوه في البدن باش البدن يتعرف على الفيروس في شكله الغير ضار
ويتعرف عليه ومن فما الخلايا تقوم بالعمل نتاعها والسيستم ايمونيتير يخدم جهاز المناعة يخدم ويطور نفسه ويعمل معناها ليزانتيكار هذوما اللي في مرحلة ثانية لا قدر الله البدن دخلوا الفيروس الحقيقي اللي هو ضار وقتها البدن يكون متعرف عليه وعنده فكرة على هالبروتين اس هذية ويتصدى له ويقتل الفيروس. اما نحب نقول اللي هك المقطع الجيني هذاك راهو سرعان ما يتفكك وما يدخلش جملة للخلية وما يدخلش للحامض النووي متاعنا احنا وما عنده حتى علاقة بتغيير الجينات متاعنا. هو جوست هك الكود هذاك لا رين ميساجي هذيك اللي هي في تركيبة اللقاح مثلا الامريكي الفايزر يعتمد على لا رين ميساجي، هو الكود جينيتيك هذاك باش يدخل يحمل ارسالية في داخله للبدن باش يوري البروتين اس هذه باش يعرفوا على الفيروس نتاع الكورونا باش في وقت لاحق اذا كان في التركيبه هو يؤدي الوظيفه نتاعو كلارين ميساجي وتوت سويت يندثر. اما تقعد لو ميموار ايمونيتير يقعد هذاك في البدن والبدن يولي معناها يتفاعل معاك البروتين اس اكثر اكثر. باش ناخذوها ببساطه جدا عباره احنا الاديان نتاعنا الموروث الجيني نتاع جسم الانسان موجود في النواه نتاع الخلية. النواه هذه عباره احنا في بيت النوم نتاعنا في كفر فار مسكرين عليها ما يدخل لها وما يخرج منها حتى شيء. الموروث الجيني نتاعنا ما يتمسش والاديان يقعد كان داخل النواه وعمره ما يتمس. لارين هي عبارة عن شنو؟ هي فوتوكوبي، فوتوكوبي من الأديان، معناتها باش ناخذوا أمبغا معناتها عبارة جزء من ظفيرة باش نخرجوها لبرا باش نعملوا لها فوتوكوبي باش نصنعوا البروتين إس. يعني احنا لي فاكسان اللي يعتمدوا على التكنيك نتاع لارين، سي سون دي فاكسان اللي مش يعطيك أون فوتوكوبي نتاع بروتين، عمرها ما تدخل لارين هذيك لداخل النواة وتنصهر مع المنظومة الجينية نتاعنا، دونك ما فما حتى ريسك دو موديفيكاسيون جينيتيك ولا ما فما حتى ريسك في تغيرات والأمراض جيني. الأديان نتاعنا محفوظ في 60 كوفر فور. نطمنوكم والدكاترة المختصين في والممارسين للتلقيح وللفيروس هذية يطمنونا انه التأثير ما فما حتى تأثير سلبي للتلقيح مهما كانت انواعها والكلهم عندهم نفس النجاعة. نلقى فرصة باش نلقحوا ماذا بينا من نضيعوهاش، نسجلوا ونسجلوا ونزيد نسجلوا. ولكن آخر 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 الاستفسارات دكتورة، هل أنه اللقاح ناجع مدى الحياة؟ هل أنه اللقاح ناجع مدى الحياة؟ هذايا سؤال ربما حاليا ما عندناش الإجابة 100%، لكن احنا نقولوا أنه اللقاح ضد كوفيد 19 يحمينا من الأشكال المخطرة للمرض. قديش ووقتاش يلزمني ويلزمني نعاود التلقيح ولا لا، هذه حاجات ما زالت ربما في تغير. أما أنا نطمن الناس أنه التلقيح هو ناجع، هو فعال، هو آمن. الناس اللي تلقح راهي في مأمن من الأشكال الخطيرة متاع المرض. ربما في اللي أصيبوا بالكورونا من قبل دكتورة، هل يمنع لديهم التلقيح ولا لا؟ اللي مرض بالكورونا هو شخص تحسن عنده مناعة من الكورونا، لكن راهي المناعة هذه ما تدومش برشا. هذاك علاش احنا اللي مرضوا بالكورونا من 3 لـ6 أشهر يلزم يلتحق بالمركز نتاع التلقيح وياخذ حقه في التلقيح. على خاطر علاش نقولوا انه اللقاح ما ينجمش يكون ناجع مدى الحياه؟ ما ينجمش يكون ناجع مدى الحياه. اي نمرض ونعاودوا بعد ربما في الايام القادمه، ربما معناها ما نعرفش انا برشا ولا شويه الفتره طول ولا لا، اما يمكن يولي كيف الفيروس كيف الفاكسان نتاع الجريب اللي تصير فيها كل عام تحيين، مانو فيروس نتاع الجريب ديما يتغير كيف نتاع الكورونا هو قاعد يتغير. ربما عام الجاي واللي فما تلقيح اخر، ربما معناها يصير تغييرات على التلقيح الموجود. اما راهو التلقيح ماهوش مدى الحياه، احنا توا في فتره الجائحه هذه في قمه العدوى نتاع الفيروس، نلقحوا ونحميوا ارواحنا
وربما اذا كان ولا التلقيح معناه يدخل في العادات معناها نتاعنا ونوليو كل عام نلقحوا، علاش ليه؟ وحنا استنسنا برشا برشا من السادة المستمعين استنسوا بالتلقيح نتاع النزله الوافده وربما حتى الكورونا يولي تلقيح كيف هكاك باش نحميو ارواحنا. شكرا دكتوره. احنا بريسك قريب نوصلوا لاخر الحصه نتاعنا، نختموها مع الدكتوره لطيفه المرزوقي في اخر شنو النصائح اللي تنجم تقعد في اذن المستمعين اللي تنصحنا بها واللي تفسر لنا شويه وممكن تعاوننا في حياتنا اليوميه، خاصه نعود نقول انه توا فما رجوع للمدارس وكسوا نصائح للاولياء للمربين وللمجتمع بصفة عام. إن أهم الحقيقة نصيحة هي نأخذ المعلومة من مصدر موثوق للمعلومة، نتوجه لأهل الاختصاص، نتوجه للمصادر العلمية، المنظمة العالمية للصحة، لسوسيتي سافونت، يكونوا هذوك مصدر المعلومة، نطبقوا البروتوكولات الصحية اللي تفهمنا فيها وموجودة في كل القطاعات، ونلتزموا بالإجراءات الإلقائية التزام جماعي، وننخرطوا في منظومة التلقيح بنسبة تنجم توصلنا للمناعة المجتمعية، خاطر اون بارل با كو دو ليمينيتي انديفيديوال، اون بارل دو ليمينيتي كوليكتيف. شكرا دكتوره، شكرا دكتوره نادية. عندك ما بارك، نحب ما نخرجوش من الحصه هذه قبل ما نوجه شكري للفريق العامل بالمركز الجهوي للتلقيح واللي الحقيقه يعطيهم الصحه على خاطر مجهودات كبيره برشا نبذلوا فيها في المركز الجهوي هذايا، لا سيما وانه فريق واحد قاعد يخدم في كامل معناها يغطي كامل الولايه، والضغط كبير برشا، واكيد السادة المستمعين فيهم شكون جاء وشاف على عين المكان الاكتظاظ اللي يصير معناها الخدمات اللي قاعده تتقدم، وديما الهاجس نتاعنا هو انه نزربوا المواطن باش ما يتعطلش، باش النساء الكبار ولا كرجال الكبار ما يقعدوش برشا في المركز وهم يستناو في دورهم في التلقيح، وهذا راه الحقيقه وراه تعب كبير برشا وراه معناها تنظيم كبير برشا، واحنا الفريق العامل نتاع المركز الجهوي اللي هما الطاقم الطبي وشبه طبي تابع للمجمع الصحة الأساسية بالقيروان، الحقيقة هما يعطيهم الصحة، بذلوا مجهود كبير برشا بالخاص في شهر رمضان، خدموا برشا وكانت الأعداد غفيرة والناس جات والتحقت معناها بالتلقيح وكانوا يزربوهم على خاطر اللي عنده استدعاء النهار هذاك يلزم يلقح في النهار هذاك، سينو راهو باش يستنى وين يصير معناه استدعاء مرة أخرى فرصة أخرى، وحاولنا قدر المستطاع باش الناس الكل تلقح في النهار هذاك، اللي يجي يلقح ما يروحش من غير تلقيح. شكرا ليهم الكل ويعطيهم الصحة، وهذا هو. دكتورة آخر كلمة الختام. ختام الحقيقة أنا حبيت نترحم على أرواح زملائنا اللي فقدناهم في الوباء هذية، ونترحم ونصبر كل عائلة فقدت شخص عزيز عليها في الجائحة هذية، لكن لازمنا نحافظوا على معنوياتنا مرتفعة، خطر الإنسان ديما في الأخر يربح حربه ضد الأوبئة هذية، وقدرة الله الإنسانية ستنتصر. أنا نشكر كل العاملين في القطاع الصحي مهما كان مجال عملهم، في الخطوط الأولى وفي الخطوط الثانية وفي الخطوط الدفاعية الأولى، معناتها في أقسام الإنعاش، في الاستعجالي، في الريانيماسيون. نشكر كل الإطار الصحي من عملاء وحراس وعمل تنظيف وسواق وممرضين وممرضات، ونهنيهم باليوم العالمي للممرض اللي هو كان يوم 12 مايو. نشكر كل المساعدين، كل الإداريين وكل الأطباء مهما كان مجال تدخلهم في القطاع الخاص ولا في القطاع العام، وأنا تحية خاصة جدا معناتها لأطبائنا الشبان الحقيقة نو ريزيدون، ils étaient nos guerriers في الحرب هذه، وكانوا وقفوا بكل شجاعة وبكل قوة، وهما اللي الحقيقة كانوا في الصفوف الأولى والأمامية في هذه الحرب. احنا معنوياتنا تقعد مرتفعة، وانا جو سوي توجور اوبتيميست كوم فو مو كونيسي، انا نقول ان جور اون ديرا كو سيتي با فاسيل مي نو افون ريوسي، اي لا تونيزي ا سوفي سون بوبل اي لا سانتي اي لي توجور اون بروموسيون.
يعطيك الصحة دكتورة بهالجملة هذية والتفاؤل هذا اللي عهدناه فيك. نشكروك ونشكروك دكتورة ندى على المعلومات القيمة اللي اعطيته لنا اليوم. هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا. كانت معانا من راديو الحياة فيم الدكتورة لطيفة المرزوقي والدكتورة ندى سرسوط. إذا فاتتكم أي حاجة قالوها الدكاترة متاعنا اليوم تنجموا تلقاوها على الباج فيسبوك الحياة فيم. مرسي أمل في الإخراج التقني الحصة. مرسي محمد قداح في الديجيتال. كنت معاكم الدكتورة عفيف الجيزاني دكوتي ميكرو في لامين وباي باي. صحتك تجرس كليميسيون كل يوم على الحياة FM.